سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نما في ظل هادينا هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا تراهم إن تجى ليل لربهم مناجينا وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة احنا التقينا في الحلقة الماضية مع جزء يسير من قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وعن أصحاب النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. فجماعة طبعا احنا وقفنا المرة اللي فاتت لما سيدنا كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل كل يوم يقول طب أخرج بكرة طب بعده طب بكرة طب بعده، لحد ما ذهب النبي إلى تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لما وصل لسيدنا كعب بن مالك ان النبي راجع، قال فحضرني همي، مش عارف هقابل النبي ازاي، اقول له ايه، ادخل عليه اقول له ايه. فالمهم وصل النبي بالفعل صلى الله عليه وسلم الى المدينه، ولما وصل النبي كان النبي يدخل اولا المسجد فيصلي ركعتين ثم يذهب بعد ذلك الى بيته صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا كعب بن مالك فضل متحير، اعمل ايه، اكذب عليه ولا اصدق؟ قال فعلمت انه لن ينجيني الا ان اصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما بيقول دايما يا جماعه الصدق منجاة. وبالنسبه لكلمه الصدق منجاة، يعني اريد بس ان انا بستحضر كده قصه بسيطه جدا، بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك يعني واحد من علماء الافاضل الاجلاء اللي هو عبد القادر الجيلاني، كان هو صبي صغير لسه في بدايه طلبه للعلم، قال اجمعت امري على الصدق وعاهدت امي ان اكون صادقا ابدا ما حييت. في يوم من الايام امه ادته 40 دينار، وده كان مبلغ كبير جدا، اديته له عشان يروح لمكان ثاني عشان يطلب العلم. فخرج مع قافله، وهم خارجين طلع عليهم ايه، قطاع طرق. فقال له اللص بعد ما خدوا بقى الفلوس من كل الناس، قال هل معك شيء أيها الصبي؟ قال نعم 40 دينارا. فظن أنه بيضحك عليه يعني، فراح قال لرئيس اللصوص، قال له ده فيه غلام صغير يعني صبي بيقول إن معه 40 دينار. قال له هاتهولي. فجابه، فقال ما معك يا غلام؟ قال له 40 دينار. قال له أنت بتمزح؟ قال له لا. قال له أين هي؟ قال له هي. راح مطلعها له. فبكى رئيس اللصوص، قال ما الذي جعلك تخبرني عن مكان هذه النقود مع أنك تعلم أني أريد أن أخذها؟ فقال له لقد عاهدت أمي على أن أصدق أبدا ما حييت. فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله، أنت تخشى أن تخون العهد مع أمك، وأنا لا أخشى أن أخون العهد مع ربي، قد طبت إلى الله عز وجل على يديك. فجم كل اللصوص بقوا لرئيس اللصوص وقالوا لقد كنت رئيسنا في السرقة، واليوم أنت رئيسنا في التوبة، فقد تبنا جميعا إلى الله جل وعلا. وردوا الفلوس لأهل القافلة، سبحان الله، فالصدق من جاء. فسيدنا كعب بن مالك بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد صلى ركعتين، وجاءه بقى حاجة والتمانين فوق التمانين واحد من اللي كانوا يعني مرضيش يطلعوا مع النبي عليه السلام، وكل واحد راح مألف العذر وقال للنبي، والنبي قبل منهم على نيتهم وترك سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إلا ثلاثة جماعة ما قدروش يقولوا أي كلمة فيها كذب، اللي هو كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية. كعب بن مالك داخل دلوقتي يا جماعة على النبي، عايزك تستحضر المشهد يعني المهيب ده، واحد داخل على النبي هو أذنب ذنب كبير جدا، ترك الجهاد في سبيل الله بغير عذر أمام الله.
حط نفسك مكانه بالله عليك. بقول الكلام ده للي شايفني دلوقتي على الشاشه، بقول لك حط مكانك، حط نفسك مكان سيدنا كعب بن مالك، وانت عمرك ما سجدت لله سجده وداخل دلوقتي على النبي، والنبي هيسالك ليه ما سجدتش لله. حط نفسك يا اخت يعني اختنا الفاضله، حط نفسك مكان سيدنا كعب بن مالك وانت داخل على النبي، والنبي عايز يعمل لك كشف هيئه، شوف حجابك وانت داخل عليه ومش لابس حجاب ومش ناويه تلبس حجاب، هتقابل النبي ازاي؟ حط مكانك، حط نفسك مكان سيدنا كعب بن مالك اللي بتعق والديك او تسيء لجيرانك او ظلمت الناس واخذت اموالهم ومش عايز تاديها، حط نفسك مكان سيدنا كعب بن مالك. وحط نفسك في مكان تاني اكتر لما تقابل النبي على الحوض وانت داخل وفاكر ان انت هتشرب من حوض النبي، وفي النهايه تلاقي الملائكه بتزودك وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انك لا تدري ما احدثوا بعدك. وارتقي معايا اكتر وحط نفسك مكان العبد اللي هيقف بين ايدين ربنا يوم القيامه عشان يسالك عن كل صغيره وكبيره، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله، استحضر المشهد ده. سيدنا كعب دلوقتي داخل على النبي، النبي قاعد في المسجد وسيدنا كعب داخل عليه. شوف بقى مدى الحياء والخجل اللي عند سيدنا كعب وهو داخل على النبي. فأول ما دخل قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني سلمت عليه فتبسم تبسم المغضب، النبي كان زعلان، فقال تعالى. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يدي النبي، فقال لي ما خلفك؟ إيه اللي خلاك ما تجيش غزوة تبوك؟ فقال له كعب بن مالك والله يا رسول الله لو جلست بين يدي غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، فلقد أوتيت جدلا. ده أنا أستاذ في الكلام، ده أنا راجل شاعر، فشغلتي الكلام، لو واحد غيرك كنت كدبت عليه وكنت يعني خلصت الموضوع في 3 دقائق، لكن إني لأخشى أن أقول كلمة ترضى بها عني فيسخطك الله عز وجل علي. خدت بالك؟ سبحان الله. قال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، شوف قد ايه، وما كنت اقوى قط ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. فلما قال الكلام ده بصدق وصراحه مع النبي، النبي قال ايه؟ اما هذا فقد صدق. ما قالش كده عن ال 80 اللي اعتذروا له قبلهم، صح ولا لا؟ انما هو لما قال كده سيدنا كعب بن مالك النبي قال له ايه؟ قال اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال فقمت وثار رجال من بني سلمة القبيلة بتاعته، قالوا له ايه اللي عملته ده؟ ما كنت تقول له كلمتين وتعتذر زي الناس اللي اعتذروا قبل منك، وكان النبي خلاص يقبل منك على نيتك ويكل سرائرك الى الله، وبعدين تتوب. انت عملت ايه؟ وانت عملت حاجة؟ ده انت ما نعرفش ان انت اذنبت قبل النهاردة اي ذنب. فاهم ازاي؟ دايما يا جماعة الناس عياذا بالله اللي ما عندهمش وازع دين عالي دايما يهونوا على الانسان الذنب بتاعه. لو واحد بيشرب سجاير فلو يعني انت بتعمل ايه؟ ما انت احسن من اللي بيشيش، واللي بيشيش واللي بيشيش يقول انت احسن من اللي بيشرب حشيش، واللي بيحشش يقول انت احسن من اللي بتشرب هيروين، واللي بيشرب هيروين يا اخي انت في، انت احسن من ابليس الحمد لله. واخد بالك؟ فدايما يهونوا على الانسان ايه؟ الذنب بتاعه. اما اهل التقوى بقى واهل الايمان لا يمكن يهون عليك ابدا، يقول لك لا، حاول تستحضر بقى عظمه ربنا، لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. سبحان الله. سيدنا كعب بن مالك لما لقى نفسه في المازق ده لوحده، هو لحد الان ما يعرفش ان هلال بن اميه ومراره بن الربيع ايه الاثنين تخلفوا، فقال هل وجد احد غيري مثل ما حدث لي؟ قالوا له ايوه اثنين. مين هم يا جماعه؟ قالوا له مراره بن الربيع وهلال بن اميه. قال فانبسطت ليه بقى؟ قال فوجدتهما قد ذكروا لي رجلين صالحين من اهل بدر. والنبي قال ايه؟ لعل الله قد اطلع على اهل بدر ايه؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دي تخلي الانسان يتسلى يتعزى لما يلاقي نفسه يا جماعه محطوط في مأزق مش لوحده، في معاه ناس ثانيه فبيتعزى. انت عارف زي ايه؟ ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. لما واحد يجي له مرض مثلا شديد، مش عايزين نقول مرض خبيث، اللي ما فيش مرض خبيث، مرض شديد، ويدخل المستشفى فيلاقي في العنبر معاه 20 واحد مرضى بنفس المرض ويمكن اكتر، الحمد لله ده انا بخير، شوف اللي جنبي ده وشوف ده واللي قدامي واللي ورا، فيلاقي نفسه ايه؟ انما لو هو لوحده يحس بالالم. سبحان الله. ودي نعمه كبيره جدا، نعمه التسليه والتعزي. ولذلك سبحان الله اذكر ان الخنساء رضي الله عنها قبل ما تسلم يا جماعه، الخنساء قبل ما تسلم كان ليها اخ كافر اسمه صخر، مات صخر، فطبعا حزنت عليه حزن جامد وقالت والله لأملأن الدنيا بكاء وعويلا. فضلت لمده سنه تبكي على موت صخر مع انه راجل كافر، وكانت تقول اشعار تقول
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لولا أن في ناس تانية أخواتهم ماتوا كنت قتلت نفسي. سبحان الله. ولذلك من نعمة التسلية دي تنزع من أهل النار. تعرفين أهل النار ربنا عافينا عافيكم يا رب ويرزقنا جميعا الجنة. أهل النار يعني من ضمن العذاب المعنوي هم ليهم عذاب حسي اللي هو معروف الحميم والغساق والغستين والزقوم والنار وناس الله العفو العافيين. والعذاب المعنوي أنواع كثيرة من العذاب المعنوي دي أشد من العذاب الحسي. كلما دخلت أمة لعنت أختها يتلعنهم في النار. العذاب عذاب إيه؟ عذاب معنوي. عذاب تاني معنوي كما أخبر الإمام القرطبي إنه لما يدخل المخلدون في النار من المنافقين والكفار ويدخل معهم عصاة الموحدين، الكفار هيشماتوا فين؟ في الموحدين، فيقولون ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتوا أسلمتم وإحنا كفرنا وإحنا الاثنين فين؟ في النار سوا. فيغضب الله عز وجل للموحدين فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار. فهذا هو قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كل واحد فيهم في اللحظة دي يا جماعة هيتحبس في سجن انفرادي في النار، فيظن ان كل اهل النار خرجوا وهو وحده بس اللي فين؟ اللي في النار فضل. فده عذاب اللي هو يسموه سجن انفرادي بس فين ده؟ في النار. ربنا عفونا عافيكم. لكن اشد عذاب معنوي بيحصل لاهل النار يا جماعة حجبهم عن رؤية وجه العزيز الغفار. قال جل في علاه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واخد بالك؟ المهم يا جماعه نكمل قصه سيدنا كعب بن مالك. قال كعب ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، نهى المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثه. خد بالك من بين من تخلف، ناس كتيره فوق ال 80 واحد تخلفوا لكن كل واحد فيهم قال عذر كده خلاص، انما هم الثلاثه لم يعتذروا قالوا لا ما كانش عندنا عذر. فنهى النبي كل الصحابه ان هم ايه؟ ان هم يكلموا اي حد من الثلاثه. قد ايه يا جماعه؟ 50 يوم. ياه مسألة صعبة جدا. طب تقول لي طب ازاي نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعني لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، صح الان؟ فالنبي قال ما يحلش لحد ان يهجر حد فوق ثلاث ايام، ورغم ذلك النبي امر الصحابة انه يهجروا الثلاثة دولت قد ايه؟ 50 ليلة يا جماعة. قال لك العلماء قالوا ايه؟ قالوا اذا كان الهجر لامر شرعي يجوز لمدة سنة وسنتين والاخر العمر، طالما هو لسه لم يقلع عن المعصية دي. اما لو كان الهجر الامر دنيوي يعني انا زعلان معاك عشان فلوس عشان شقه عشان عربيه لا يجوز الهجر اكثر من 3 ايام. خد بالك نديك مثال برضو اوضح لك المساله. سيده زينب بنت جحش زوج النبي عليه السلام في يوم من الايام كان عندها اكثر من راحله اكثر من دابه، ففي يوم من الايام مرضت الراحله بتاعت صفيه بنت حيي بن اخطب اللي هو ايه بنت زعيم يهود بنت زعيم يهود خيبر، ودي زوجه النبي عليه السلام. فالنبي قال لزينب اعطي راحله لمين؟ لصفيه. قالت لها ايه؟ قالت له يا رسول الله انا اعطي هذه اليهوديه. فقالت ايه؟ كلمه في حقها. فالنبي هجر زينب بنت جحش 40 يوم. يبقى ده هجر ايه؟ شرعي مش دنيوي، خدت بالك؟ فالمهم الهجر الشرعي ده يستمر لحد امتى؟ لحد ما الانسان يقلع عن المعصيه ويبعد عن سبب هذه المخالفه. طب نعمل ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمي؟ قالوا ده برضه يحمل على الهجر اللي من اجل ايه؟ أمر دنيوي. أما لو من أمر شرعي فيجوز الهجر أكثر من ذلك كما أمر النبي وأصحابه أن يهجروا كعب بن مالك والاثنين التانيين لمدة 50 يوم. المهم يا جماعة يقول كعب بن مالك، نكمل القصة. قال كعب بن مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف. قال خد بالك بقى من الكلام بقى اللي جاي ده، يعني الواقع بقى اللي جاي ده شيء صعب جدا على النفس. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي اللي هم هلال بن أمية ومرار بن ربيع فاستكان وقعدا في بيوتهما يبكيان. هما الاثنين كانوا كبار في السن فقعدوا في البيت ليل ونهار بكاء على أن النبي نهى عن إيه؟ عن كلامهما رضي الله عنهما. قال وأما أنا فكنت أشب القوم، كنت شاب عنهم شوية كده، فكنت بخرج في الأسواق وأروح أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأسلم على النبي. يا سلام، شوف بقى الموقف اللي جاي مؤثر إزاي. بيقول كنت أسلم على النبي فلا أدري أرد علي أم لم يرد، فكنت أنظر إلى شفايف النبي أشوف يا ترى رد علي ولا ما ردش. سبحان الله. يقول وكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجي أبص له يقوم النبي مد وشه الناحية التانية، أجي أدخل في الصلاة يقوم النبي باصص لي. صلى الله على النبي محمد، يا ترى لو كنت مكانه والنبي يعرض عنك لا ينظر إليك، بالله عليك كنت تحس بإن الدنيا عاملة إزاي؟ النبي بيعرض عنك مش عايز يكلمك، فماذا يصنع ده إن كان كعب تخلف مرة واحدة حصل معاه كده من النبي؟ أمال اللي متخلف بقاله 20 سنة يا جماعة مش عايز يسجد لله ولا عايز يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعة الدنيا اسودت في عين كعب بن مالك، حاسس إن الأرض مش هي الأرض، الناس مش هم الناس، صفحة الكون اتغيرت. سبحان الله.
في يوم من الايام رايح لابن عمه وحبيبه وصاحبه وصديقه اللي هو ابو قتاده رضي الله عنه وارضاه، قال: حتى اذا طال ذلك علي من جفوه الناس، ما حدش عايز يرد عليا السلام حتى، ولا حد عايز يكلمني ولا يبتسم في وشي، فطالت علي جفوه الناس، رحت لابن عمي وحبيبي ابو قتاده فتسلقت عليه السور فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. يا سلام، شوف قد ايه طاعه الامر النبي. النبي قال لهم ما حدش يكلمهم، يعني ما حدش يكلمهم حتى السلام ما تردوش في مرحلة الهجر دي، سبحان الله. قال: فوالله ما رد عليه السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، شوف الكلام بقى اللي يخلي الإنسان فعلا قلبه ينزف الدم بدل الدماء أو بدل الدموع. فقال: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ أنت مش عارف أن أنا بحب ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت أبو قتادة، مرضيش يتكلم. قال: فعدت عليه وقلت له: أنشدك بالله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي ونزلت من على الجدار مرة أخرى. شوف يا جماعة صعوبة الموقف، وشوف قديه امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة والله العظيم الكلام ده محتاج مننا إن احنا نقف مع نفسنا وقفة محاسبة. دي مخالفة واحدة بس عملها كعب، حصل معاه كل ده، الدنيا كلها تنكرت له، الأرض اتغيرت، الناس اتغيرت. أمال يا جماعة إحنا المنكرات اللي في بيوتنا والمعاصي اللي واقعين فيها والبعد عن طاعة الله، اللي سايب بناته لحد النهاردة وزوجته من غير حجاب، وسايب ولاده من غير صلاة، وليل ونهار على المزيكا والدش والإنترنت، وعايشين حياة بعيدة تماما، يعملوا إيه يا جماعة؟ محتاجين نقف وقفة مع أنفسنا. ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا، يا ناس يا مؤمنين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نكمل قصة سيدنا كعب. بيقول: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة في يوم من الأيام، إذا نبطي رجل فلاح من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام ليبيعه في المدينة، فيقول: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدلنا على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي، محدش عايز يقول له إيه هو ده كعب بن مالك، لا بيشاوروا بس، مع أن الإشارة بمثابة الكلام لكنها لا تعتبر كلام. فأشاروا إلي. قال: فجاءني الرجل، فلما جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، يعني ملك في دولة اسمها غسان، جاء بعت الكتاب ده مع هذا الرجل، قال له بعته لكعب بن مالك. فملك غسان كتب له إيه؟ قال: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. تعال بقى فرصة عمري ان انا اخليك تيجي وتتنصر وتبعد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، طالما هو هجرك ومش عايز يكلمك وخلى اصحابه يهجروك، تعال عندنا بقى اقعد معانا وعيش معانا على ديانتنا، واحنا نمتعك ونديك اللي انت عايزه كله. سبحان الله، حط نفسك مكان سيدنا كعب، تعمل ايه في الوقت ده؟ ملك من ملوك الدول بعت لك بيقول لك تعال في ضيافتي وهتبقى عندي ويبقى ليك مكانه، تعمل ايه؟ في ناس ممكن تسمع الكلام ده وممكن ناس تقول لك لا. سبحان الله، شوف كعب الملك عمل ايه. كعب الملك ابى، مع ان واحد غيره كان ممكن لو ما عندوش وازع دين يقول: شفتوا بقى انتوا عملتوا، ما حدش فيكم عايز يكلمني، ادي الناس اللي عارفه قيمتي وعارفين مكانتي بقى، فاهم ازاي؟ سبحان الله. قال كعب الملك: اما انا فلما قرات تلك الورقه قلت: وهذا ايضا من البلاء. غيرنا ممكن يعتبر دي من النعمة، إن مالك من ملوك الدنيا جاي عايزه، لكن هو بقى ليه هذا من البلاء. قال: فتيممت به التنور فسجرته، حطيت الورقة فين؟ في الفرن، ورحت إيه؟ ورحت مولع فيها. قال: فلما مضت 40 ليلة، 40 ليلة يا جماعة عدت عليهم من 50 ليلة، شوف قد إيه، وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى كعب بن مالك ويأمر وهلال بن أمية ومرار بن عقيل الثلاثة، وأمرهم كل واحد فيهم إنه يعتزل زوجته. شوف بقى مدى الطاعة والسمع يا جماعة. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قال له: هل يامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اطلقها ام ماذا؟ لو امرنا طلقها طلقها، لو امرني باي حاجه انا سمعا وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: لا، بل اعتزلها، ما تطلقهاش، اعتزلها. فقال لها: خلاص روحي في بيت اهلك، الحقي باهلك حتى يقضي الله عز وجل في هذا الامر. سبحان الله، في وسط الضغوط النفسيه دول يا جماعه، في وسط الضغط النفسي اللي في كعب بن مالك، بيقول لك الدنيا كلها تنكرت له، الارض مش هي الارض، الناس مش هم الناس، يعني الكون كله اسودت، يعني نظرات كعب بن مالك للكون كله، ورغم ذلك كان حريص جدا انه يطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في يوم من الايام جاءت امراه هلال بن اميه اللي هو واحد من الثلاثه، وده كان راجل شيخ كبير، فقالت: يا رسول الله، ان هلال بن اميه شيخ كبير، فهل تكره ان اخدمه؟ يعني انت امرتنا ان احنا نعتزل ازواجنا ونبعد عنهم، طب يعني تاذني ان انا اخدمه؟ فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن لها ان تخدم
يعني هلال ابن أمية. المهم قال: فجاء هلال ابن أمية وظل في بيتي 40 ليلة يبكي بكاء مريرا من هذا، يعني مجرد أنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. يا جماعة، هلال ابن أمية صاحب القلب الطاهر بيبكي 40 يوم ولسه هيكمل 10 أيام كمان، يبقى 50 يوم عشان اتأخر مرة. أمال ليه احنا ما بنبكيش اللي اتأخرنا العمر كله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمر الأيام يا جماعة، وقت الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. سبحان الله. يقول كعب بن مالك: فقال لي بعض أهلي: طب طالما زوجة هلال بن أمية استأذنت النبي في أن هي تخدمه، طب ما تستأذن أنت كمان في امرأتك أن هي تقعد معك كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية؟ فقال: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا رجل شاب، أنا مش محتاج حد يخدمني. قال: فلبثت بعد ذلك، بعد ما زوجته راحت عند أهلها، 10 ليالي تانيين، يبقى كم ليلة؟ يبقى 50 ليلة. قال: فلبثت 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: فلما صليت الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، هو فوق كده السطح كده، سبحان الله. قال: فبينما أنا جالس، شوف بقى اللحظة، أسعد وأجمل لحظة في حياة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. قال: فبينما أنا جالس على تلك الحالة التي ذكرها الله عز وجل، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ، رجل بقى صوته عالي من فوق الجبل، أوفى على جبل بأعلى صوتي: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. شوف بقى يا جماعة، 50 ليلة مستني لحظة الفرج دي أن تنزل عليه توبة الله عز وجل، فأول ما سمع 50 ليلة في عز الضغوط النفسية، الأرض تنكرت له، الدنيا مش هي الدنيا، الناس مش هم الناس، قال: فلما سمعت أبشر، أول ما سمعت عرفت أن جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، فخررت ساجدا وفرحت بتوبة الله عز وجل علي. قال: فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي اللي هو هلال بن أمية ومرارة بن ربيع، الناس راحوا يبشروا برضو. قال: فلما جاء الرجل الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي، والله ما أملك غيرهما، اديت الثوبين بتوعي ورحت استعرت ثوبين عشان أقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة شوف الفرحة قد إيه، فرحة برحمة الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال كعب: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا. يا سلام، ده كانوا امبارح ما حدش عايز يكلم سيدنا كعب، 50 ليلة ما حدش عايز يكلمه، السلام ما بيردوش عليه. أول ما نزلت توبة الله عز وجل عليه، شوف المجتمع الجميل، المجتمع اللي فعلا لا يعصي أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص نزلت التوبة، الكل يتكلم، الثلاثة ما فيش مشكلة، بدأوا كلهم يطلعوا 10 10 20 20، كله عمال يهني سيدنا كعب بن مالك ويقولون له: لتهنك توبة الله عليك، يعني ألف مبروك عليك التوبة يا كعب بن مالك. نفسنا نقول للشاب اللي لسه ما سجدش لله، نفسنا نقول له: لتهنك توبة الله عليك. نفسنا نقول للأخت اللي لسه ما لبستش حجاب: لتهنك توبة الله عليك. نفسنا تتحجب إن شاء الله وتلبس الحجاب. ما هو أحلى يوم يا جماعة اليوم اللي يمر عليك وربنا يكون راضي عنك فيه، أحلى يوم اليوم اللي ربنا يتوب عليك فيه، أحلى يوم اليوم اللي ربنا يرضى عليك فيه. ياللي ما بتصليش، ياللي متعلق بالمخدرات والخمور، ياللي قلبك متعلق ببنت في الحرام، ياللي قلبك متعلق بشاب في الحرام، ياللي مش عايزة تلبسي حجاب، أحلى يوم هو اليوم اللي ربنا يتوب عليكم فيه. ربنا يتوب على جميع عصاة المسلمين. المهم دخل كعب بن مالك إلى المسجد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل على النبي قام له طلحة بن عبيد الله. قال كعب بن مالك: فوالله ما قام لي رجل من المهاجرين إلا طلحة بن عبيد الله، ووالله ما أنساها أبدا لطلحة. قال: فسلمت على رسول الله. خلاص بقى جاء الفرج، والنبي بقى كان الأول بيتبسم تبسم المغضب، المرة دي فرحان ووجهه كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هو ده أفضل يوم مر عليك من يوم ما ولدتك أمك. يا سلام. قال له كعب بن مالك: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نعرف ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه قلت له: يا رسول الله، خلاص بقى ربنا تاب عليه، طب أنا عايز بقى أزود بقى الخير، عايز أعوض بقى اللي حصل ده. قال: فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي، يعني من كمال توبتي، أن
انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسول الله. انا بقى هطلع كل فلوسي وكل ما املك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك، ما تطلعش كل الفلوس، خلي برضو جزء عندك فانه خير لك. قال: فاني امسك سهمي الذي كان بخيبر. ليه؟ عشان ده جاي من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: فاني امسك سهمي الذي بخيبر. فقلت له: يا رسول الله، ان الله انما نجاني بالصدق، فأعاهد الله على صدق أبدا ما حييت. ونزلت الآيات في توبة الله عز وجل على هؤلاء الصحابة الكرام. تعالوا يا جماعة نكمل قصة التوبة بعد هذا الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. سلام الله. سلام الله. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته. أعزائنا مشاهدي قنوات المجد الفضائية، حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني المجدتيفي.تيفي، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك المجد شانلز، وأيضا على تويتر @المجد شانلز. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب المجد شانلز. قنوات المجد الفضائية، متعة الإعلان الهادف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا جماعة نكمل قصة التوبة مع سيدنا كعب بن مالك. حقيقة قصة يعني مهمة جدا ان احنا نقف نفس الوقفة اللي وقفها سيدنا كعب بن مالك. محتاجين نتوب يا جماعة. امتى ان احنا نتوب جميعا، وامتى كل انسان عصى ربنا سبحانه وتعالى يتوب لله دي علشان نقول له لتهنك توبة الله عليك، ونقول له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك وامه. طب ما تيجي نتوعد لله دي يا جماعة. كل واحد فينا عارف نقطة ضعفه. ما فيش انسان في الدنيا مالوش ذنوب، كلنا اصحاب ذنوب، لكن ما تيجوا لله دي نقف وقفة صدق مع نفسنا ونقول ان شاء الله من لله دي انا هتوب. اللي ما بيصليش يسجد لله دي، اللي مش ملبس مراته ولا زوجته الحجاب ولا اولاده ولا بناته يلبسهم الحجاب، واللي يعني المهم نتوب لله ان شاء الله ونتوعد على التوبه يا جماعه. لما تاب الرجل الذي قتل 99 نفسا واراد ان يتوب ومات في نص السكه، سبحان الله ربنا امر الارض بكل ما عليها ومن عليها انها تتحرك من اجل تائب واحد. امال لو امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تابوا جميعا فماذا يصنع الحق جل وعلا؟ يقول تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ارزاق لا بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. يا جماعه احنا كده كده سايبين الدنيا لا محاله، حد فينا هيخلد يا جماعه؟ وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كادحا وفي النهاية فملاقيه. يا جماعة رحلة الدار الآخرة محتاجين إن احنا نستشعر كل حاجة. وقفات المحاسبة مع النفس محتاجة حاجتين يا جماعة. أول حاجة إن أنت تستحضر كل مشاهد الآخرة بدءا من دخول ملك الموت عليه السلام وإلى أن تكون في جنة الرحمن إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية محتاجة علو همة يحول المعلومة اللي أنت عرفتها ديت إلى واقع عملي، إلى عبادة، إلى طاعة، إلى قرب من الله، إلى اتباع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحب أن أنا أختم الحلقة دي بالذات يا جماعة بقصيدة جميلة جدا لعلي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما، بتصور حالة الإنسان من أول بدايته لحد دخوله القبر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة. فيعني نقول القصيدة في عجلة سريعة حتى لا نطيل على حضراتكم. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم،
ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. تمر ساعات أيامي بلا ندم، ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كنت تعذرني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش، وأيديهم تقلبني. كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها، من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا. بعد الإياس وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أولى الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يوصلني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني. وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن. وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني. وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيعني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني. وأنزلوني إلى قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. وقال هلوا عليه التراب، وقال هلوا عليه التراب، واغتنوا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة
في القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها فلا تغرنك الدنيا وزينتها فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا سلام يا جماعة قد ايه قصة سيدنا كعب بن مالك قصة التوبة محتاجين كل واحد فينا يقف وقفة مع نفسه بالله عليك عمرك استحضرت اللحظة اللي تنزل فيها قبرك قبل كده عمرك استحضرت اللحظة اللي يدخل فيها عليك ملك الموت يا ترى هينادي عليك يقول لك ايه هيقول يا ايتها النفس الطيبة ولا يا ايتها النفس الخبيثة يا جماعة اللحظات دي لحظات يعني ده مصير ده مش شهادة ولا مال ولا منصب ولا جاه ده جنة أو نار يا جماعة جنة أو نار نار ربنا يعني قال عنها كو أنفسكم وأهليكم نارا وجبها بصيغة النكرة للتنكير من أجل التعظيم والتفخيم من شأن النار نارا وقودها الناس والحجارة كل ما يترمي فيها الناس والحجارة النار تزداد وقودا عياذا بالله وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد طب ما كفاية يبقوا غلاظ ما يبقوش شداد أو شداد وبلاش غلاظ لا غلاظ وشداد وفوق ده كله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ناركم هذه التي توقدون عليها النار اللي بنسيح بها الحديد والصلب هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة قال الصحابة وإن كانت نار الدنيا لكافية يا رسول الله قال أجل ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن يا جماعة محتاجين نستحضر المشاهد دي النار يلقى من شفير جهنم كما في صحيح مسلم حجر يصل إلى قعرها بعد 70 سنة يا شباب بعد 70 سنة من يتحمل من يتحمل هذه النار حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم بيوصف بس وصف واحد من أهل النار ربنا ينجينا وينجيكم من النار يقول كما عند مسلم والترمذي درس الكافر يوم القيامة مثل أحد الدرس الواحد في حجم جبل أحد وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا ليه ده كله لأن الجلد موضع الإحساس يا جماعة والأعصاب كلها بعد الجلد اللحم والعظم ما فيهاش أعصاب ولذلك ربنا ليه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب
ربنا يعافينا ويعافيكم من العذاب. وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا، مجلسه من جهنم في رواية ما بين منكبي كما بين مكة والمدينة، ده حجم الكافر الواحد في النار. ربنا يعافينا ويعافيكم يا جماعة، المسألة ما هيش سهلة، محتاجين ان احنا نتوب قبل ما نلاقي نفسنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا سمى يوم القيامة أسماء كثيرة جدا، كان من ضمن الأسماء ديت يوم الحسرة. قال جل في علاه لحبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال وأنذرهم يوم الحصر. أنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحصر. سمى يوم الحصر لأنه هيبقى حصر على الكافر أنه لم يؤمن، وحصر على المؤمن أنه ما ازددش إيمانا عشان يرتقي في درجات الجنة. شوف قد إيه، وأنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر، خلاص دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. أنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي خلاهم في غفلة وبعدهم عن مصدر الإيمان؟ جمع الدنيا والجري وراء حطام الدنيا، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اللي بتجمعه ده كله ستتركه لا محالة. المال اللي معاك ده يا إما تموت وتسيبه يا إما تفتقر والمال هو اللي يسيبك. في النهاية لا يبقى إلا العمل الصالح. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من عمل صالح، من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. شوف قد إيه، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فين العمل؟ يا جماعة القبر صندوق العمل، وكل اللي هتعمله هنا هتجنيه تحت في الحفرة الضيقة دي. ربنا ينورها يجعلها إن شاء الله لنا روضة من رياض الجنة. فالدروس اللي نجنيها من درس كعب بن مالك يا جماعة، خمس دروس في عجالة سريعة نختم بها حلقتنا الليلة دي يا جماعة. أول حاجة إن أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين. شوف سيدنا كعب بن مالك دافع عن النبي في غزوة أحد يا جماعة، لحد ما انضرب 17 ضربة بالسيف دفاعا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني السمع والطاعة لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة النبي أمرهم يهجروا كعب بن مالك وصاحبي 50 ليلة يسمعوا، ولما تنزل توبة الله عز وجل عليه الكل يقبل ويهنيه، ولتهنك توبة الله عليك والكل يهني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الدرس الثالث يا جماعة أن الصدق منجاة، ما فيش حاجة في الدنيا دي هتنجيك إلا أن أنت تصدق مع الله وتصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون إنسان صادق فيما بينك وبين الله، صادق فيما بينك وبين خلق الله سبحانه وتعالى. الدرس الرابع يا جماعة حب الخير لإخوانك المسلمين. شوف قد إيه لما نزلت توبة الله عز وجل على كعب بن مالك الدنيا كلها كانت فرحانة له. كتير من الناس النهاردة بيحسدوا بعض على عربية، على شقة، على هدمة، على لقمة. ليه بتحسد على ايه؟ ده الدنيا كلها ما تسوش اي حاجة، ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة، والحديث رواه مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. ويقول كما عند الترمذي بإسناد صحيح: لو كانت، والله العظيم ما حصل، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. ويجمع لك كل دوت كما في صحيح مسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا ما تستاهلش يا جماعة ان احنا نقاتل بعض عشانها. الدنيا ما تستاهلش ان انا احقد عليك واحسدك وابقى مخنوق منك ونفسي انتقم منك عشان دنيا. الدنيا ما تستاهلش اي حاجة يا جماعة. ده كان الصحابة بيشتغلوا ويعمروا الدنيا، طالما ربنا أمرنا ان احنا نعمر الدنيا نعمر الدنيا، لكن في النهاية لو ربنا أمرني ان انا اضحي بالدنيا وما فيها اضحي عن طيب خاطر لله سبحانه وتعالى. خامس حاجة يا جماعة ان الانسان لازم يتوب عشان البلاء لا ينزل، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لو حبينا إن إحنا يا جماعة مرة تانية ترجع أمتنا خير أمة أخرجت للناس مرة تانية، لازم نرجع مرة تانية ونتوب إلى الله عز وجل. الكل يعلنها توبة. قول في نفسك أنا السبب الانتكاسة اللي حصلت للأمة، واتهم نفسك قول أنا السبب، وإنت تقول أنا السبب، وإنت تقول أنا السبب. لو كل واحد فينا تاب فيما بينه وبين الله وأصلح أسرته يبقى أسرتها هتتظبط، وأسرتك الحمد لله يعني هتنضبط، وكل الأسر هتلتزم، يبقى صفحة الكون هتبقى منيرة بطاعة الله. يا جماعة بيوت المسلمين لما كانت عمرانة بطاعة الله وبذكر الله وبكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله كانت عمرانة بالخير وكان يأتي النصر. سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية معد
من قدام الخيام فيسمع بالليل يا جماعة في التلت الأخير يسمع خيمة طالع منها صوت القرآن فيقول من هنا يأتي النصر. يمر على الخيمة اللي جنبها والله ما بيتفرجوا على فيديو ولا دش ولا قاعدين بيلعبوا دومنا ولا طاولة، ده نايمين عشان يقوموا الصبح يجاهدوا في سبيل الله. يقول سعد بن أبي وقاص ومن هنا تأتي الهزيمة. محتاجين أيادي ترفع إلى الله عز وجل، محتاجين أقدام تصف بين يدي الله في التلت الأخير من الليل. الكل يقوم ويسجد بين يدي الله، الكل يقوم ويسجد بين يدي الله ويبكي بين يدي الله عز وجل ويتضرع يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اهدي أولادي، يا رب انصر الأمة، يا رب أغدق علينا الخير، يا رب ارفع البلاء عن أمة النبي. الكل يقوم ويدعو في وقت واحد يا جماعة. سبحان الله، ما حدش عارف، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله، أقسم مش دعا بس، لو أقسم على الله لأبر. في رواية الترمذي في سند صحيح قال النبي منهم البراء ابن مالك اللي هو أخو أنس ابن مالك. يا جماعة البراء ابن مالك إنسان بسيط جدا، في معركة تستر أو تستر سبحان الله معركة صعبة جدا، والجنود أو الكفار دخلوا الحصن بتاع تستر أو تستر وتحصنوا وقفلوا الأبواب، يعني خلاص الصحابة مش عارفين يفتحوا المكان دوت، فخلاص يعني ذهبت أسباب الأرض مش نافعة، فبقيت أسباب السماء من عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقام البراء وقال اللهم إني أدعو، لا يا جماعة، اللهم إني أقسم عليك. يا عبد يقسم على مين؟ على الرب سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك، الذي قال سبحانه وتعالى في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى يقول اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يا سلام، يقول الراوي فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. السؤال يا جماعة، ليه سيدنا البراء طلب الشهادة مع أنه كان وجوده أكيد كان ربنا هيجعله سبب في نفع المسلمين، صح ولا لا؟ في أي معركة تستعص عليهم يا براء تقسم فيقسم. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب قلوب طاهرة شفافة بيخافوا من الرياء والنفاق. هو عارف أن خلاص الدنيا كلها عرفت أنه لو أقسم على الله لأبر الله وقسم، قال لك بس هشتهر بين الناس، يجوا في أي معركة خلاص ما تشغلوش نفسكم، أي معركة البراء يقسم فيأتي إيه؟ فيأتي النصر. قال فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء سبحانه وتعالى. وده اللي حصل يا جماعة مع خالد بن الوليد في عز انتصاراته في بلاد الشام. يرسل عمر بن الخطاب ورقة صغيرة يعزف فيها خالد بن الوليد بلغة أهل الدنيا من وزير الدفاع لجند مجند. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، إن شاء الله تأتي قصته إن شاء الله في مرة تانية. خالد بن الوليد ما تفرقش معاه، أنا وزير دفاع، أنا جند مجند، أنا في النهاية أعمل العمل لله سبحانه وتعالى. والله ما تغيرت نفسه، بل لما وصلت الورقة وعلم خالد بن الوليد عمل إيه؟ ما قالش بقى ده سيدنا عمر بيحقد عليا أبدا، والله قال رحم الله أمير المؤمنين عمر. دعاله بالرحمة يا جماعة، شفت دي النفوس المخلصة لله سبحانه وتعالى. في عز كل الانتصارات ديت يعزل خالد في لحظات وفاة سيدنا عمر، بيوضح للناس، الناس كانت مستغربة ليه عزل خالد في عز الانتصارات ديت. قال أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. أهم حاجة العقيدة يا جماعة، أهم حاجة العقيدة. درس سيدنا كعب بن مالك درس يحفز الإنسان على التوبة. أكيد يا جماعة والله ما فيش حد قاعد قدامي دلوقتي أو شايفني الآن على الشاشة إلا وله ذنب، وأنا أولكم، كلنا أصحاب ذنوب. فلقد دفنت العصمة يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تيأس من نفسك هتقول لي ذنوبي كتير، ما هو ربنا قال كده لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا ده أكتر من كده، أنت مش واخد بالك. أقول لك شوف قول المولى عز وجل، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بس أنت خد خطوة، تبقى ايه؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي، يا سبحان الله، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ده مين اللي بيقول كده يا جماعه؟ الله مالك الملك ومالك الملوك، اللي مش محتاج لك في اي حاجه لكنه ودود سبحانه وتعالى. ومن رحمه ربنا بيك ان يوم القيامه في حديث الشفاعه، ونختم بيه درس النادي، في حديث الشفاعه لما الحديث رواه مسلم، لما الناس تروح واقفين في ارض المحشر حفاة عراة غرلا غير
الليلة مختونين والشمس دانت فوق الرؤوس حتى أصبحت كمقدار ميل. شوف قد إيه، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. الناس واقفة في ضنك ويعني وشدة لا يعلمها إلا الله، فيروحوا للأنبياء: اشفع لنا عند ربنا يا آدم عليه السلام، أنت أبو البشر. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. شوف اللفظ، غضب غضبا لن يغضب بعده مثله ولم يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. شوف قد ايه، وكل قول نفس الكلمة سبحان الله. وفي عز الغضب ده يا جماعة يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. ويأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بثمان أنواع من الشفاعات، نبقى نذكرهم مرة في درس إن شاء الله، ثمان أنواع من الشفاعات للنبي وحده صلى الله عليه وسلم. ويأذن لكل نبي بشفاعة أيضا، ويأذن للملائكة بالشفاعة، الملائكة تشفع نعم، ثم يأذن بعد ذلك لكل مؤمن موحد لله جل وعلا يأذن له بالشفاعة. ثم بعد ذلك، والحديث في البخاري ومسلم، يقول جل وعلا: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، هيقول ايه؟ وبقيت شفاعتي انا ابدا والله، ارجع للفظ الحديث، وبقيت شفاعة ارحم الراحمين. يا سبحان الله، شوف قد ايه، وبقيت شفاعة ارحم الراحمين. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فيقبض الله قبضة من النار، اي من اهل النار، فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، ويدخلون النار وقد النهر وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فيخرجون من النهر كاللؤلؤ المنضود، فاذا راهم اهل الجنة قالوا: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. يا سلام، قد ايه ربنا رحيم. بس انت قول يا رب، هيقول لك: لبيك عبدي، ازنت 50 سنة 60 سنة 100 سنة، طالما لسه لم تغرغر الروح ولم تطلع الشمس المغربة، قول يا رب تبت لك ايه الليلة دي، طب الليلة دي، وان شاء الله ربنا يقبلك ان شاء الله. واملي في الله كبير ان شاء الله، ان يعني تجينا رسائل كتيرة جدا ان شاء الله لقناة المجد، ان ناس كتيرة يقولوا هنتوب او توبنا خلاص ان شاء الله، اخوات كتيرة يبعثوا يقولوا ان شاء الله هنلبس حجابنا من الليلة دي، اخوة كتيرة يقولوا ان شاء الله من الليلة دي انا هسيب البنت اللي قلبي متعلق بيها، او ما كنتش بصلي هصلي ان شاء الله من الليله دي، او ما كنتش بعمل كذا، او واخد مظالم من ناس، فلوس ناس، او ظلمت حد، هتحلل الليله دي من المظالم. محتاجين نتوب عشان ان شاء الله البركات تحل على امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرفع الذل عن امه النبي صلى الله عليه وسلم، وتتنزل البركات من عند رب الارض والسماوات. يعني لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، لكن ما زالت الصفحه مفتوحه لنلتقي مره اخرى مع صحابي جليل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بين يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع درس قادم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله. سلام الله. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته نما في ظل هادينا، هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا، تراهم إن تجاليل لربهم مناجينا، وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدينا. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا. سلام الله والبشرى لكل